وكل Thank you.
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكم أهلكنا من وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد لا تجعل مع الله
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يا جمال النبي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وبالوالدين إحسانا إما
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح